اهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من بيت للكل. لكل دوله حكايات وروايات تختص ومشهوره فيها، ولكن اليوم يعني راح تكون حلقتنا مختلفه، راح نتحدث عن الروايات الشعبيه والسير الشعبيه، سواء كانت مغناه، مكتوبه، كنصوص، او حتى ايضا ممثله من خلال مواقف معينه. هذه الروايات بتعكس ثقافات الشعوب، عاداتها، تاريخها، وايضا اساطير لربما تكون حقيقيه وأخرى غير حقيقية. طبعا يا إبراهيم، على مر العصور لكل شعب طريقته الخاصة في تقديم الرواية الشعبية، وأيضا تقديم الأفكار والأشخاص والأبطال الشعبيين من خلال إطار حي فيه من السجع وفيه من القافية. وأيضا هذه الثقافة من الرواية الشعبية تتشابه في المفردات والروح والكلمات أيضا يا أحمد. بالتأكيد يا سلام، حقيقة كلامك وكلام إبراهيم يأخذني إلى العراق في الحديث عن الرواية. نبدأ من ملحمة قلقامش، كتبت أول رواية ودونت على الورق، بالإضافة إلى قصص ألف ليلة وليلة، هذه اللي كانت تكتب في العصر العباسي وانطلقت كثير من الروايات. كانت نتاجات العراق بطريقة الرواية يختلف عن البلدان العربية. البلدان العربية وثقت الرواية بالورق، العراق مثلها بالتماثيل والأعمال النحتية، تجد في كل ساحة شهريار وشهرزاد، عنتر وعبلة، كل هذه المسميات حتى تبقى شخوصها شاهدة في مناطقنا العراقية. حقيقة هذه الروايات اللي رافقت شعب أدمن الحرف وملامسة المعنى، كانت هي عبارة عن حكاية خاصة بالشعب العراقي، وأيضا تحاكي الشعوب العربية ببساطتها، انتقلت بين الناس لأن تكون اللغة المحكية بين الناس، يبتعدوا عن اللغة العالية اللي بيها قراءات خاصة وتأويل خاص، وهي من الشعب وإلى الشعب. يا شافك، حقيقي كلام اللي أحمد قاله ده، لكن عارفين هو أجمل ما في الرواية إيه؟ هي اللغة العربية. صح، يعني اللغة العربية هي لغة ثرية مليئة بالمفردات والجمال والتكوينات، فبتخلي كل البلدان العربية لكل بلد عندها مفرداتها الخاصة وعندها جمالها الخاص اللي موجود في لغتنا العربية. الأجمل كمان هو التنوع الجغرافي، يعني هتلاقي مثلا في الأردن وفي فلسطين الجبال وقصص الجبال والحكايات والروايات والبادية كمان، والبادية وكده، احنا عندنا نفس البادية مثلا موجود في مصر، هتلاقي أهل سيناء يعني، نعم، أهل البدو عندنا، وفي صعيد مصر عندنا قصص وحكايات. نفس الشيء في العراق، وأحمد وانت بتتكلم عن ألف ليلة وليلة وبتتكلم عن شهريار، كل هذه الروايات احنا كمان كمصريين قدمناها في الدراما، قدمناها في الرواية، وحكوا بيها المداحين واللي بيرووا طول الوقت على الربابة. الربابة دي اللي هي طبعاً حاجة موسيقية. إذن هي الرواية بكل ما فيها شعبية في أي مكان موجودة في بلداننا العربية، في محافظة، في مدينة، في نجع، في بدو، في حضر، أيا كانت، هي نفس الرواية ولكن بمفردات أحيانا حتى تختلف في البلد الواحدة، لكن الحكاية حكاية. فاصل قصير وحنعود ونستكمل معاكم الرواية، نسمع ونتكلم ونعيش أيضا نفس المفردات التي تحدثنا عنها ولكن في شكل آخر وفي أحاديث أخرى، ستجدون أنها هي هي، لأننا نتكامل دائما عربيا حتى في الرواية.